مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي لاخبار الرياضه واللي هتقدمها لنا هدير ابو زيد. هدير اهلا بيكي مره تانيه. اهلا بيكي يا جمانه، وتابعي معانا اخر اخبار الرياضه. اكيد ويعني دعوه من صباح الخير يا مصر لكل الناس بنبذ التعصب الكروي، ونحن يعني نحضر نهائي مصري مشرف من غير اي خناقات او مشادات ان شاء الله. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أنه مباراة الأهلي والزمالك واللي هتتلعب يوم الجمعة الجاية على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا هيتم إقامتها من غير جمهور، وده ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا. شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد ثقته في خروج مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن يوم الجمعة الجاية بالصورة اللي هتليق بمكانة مصر الكروية والأفريقية، وقال إن أهم حاجة في المباراة إننا نرفع شعار لا للتعصب. أحمد رمضان باكهام لاعب الأهلي الجديد اتصاب بفيروس كورونا، وده بعد ما خضع لمسحة طبية أثبتت إصابته بالفيروس. وإصابة باكهام جت بعد ساعات من الإعلان عن انتقاله للأهلي بشكل رسمي لمدة 5 مواسم من فريق وادي دجلة. الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتو موسيماني لغى فكرة التدريب في ملعب السلام للاستعداد لنهائي أفريقيا، وده طبعا عشان يضمنوا تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، عشان يضمن أنه يحافظ على سلامة اللعيبة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكورة هيعمل مؤتمر صحفي في مقر اتحاد الكورة يوم السبت الجاي عشان يعلن فيه ضوابط موسم الدوري الجديد ولائحة لجنة المسابقات الجديدة اللي هيتم تطبيقها في الدوري الجديد. حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوز كبير على ضيفه بشاك شهير التركي 4-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. وحقق فريق بروسيا دورتموند فوز سهل على ضيفه البلجيكي كلوب بروج 3-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. وحقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوز صعب على ضيفه فرانك فاروزي المجري بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب يوفنتوس أرينا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة أبطال أوروبا، وبكده بيتأهل رسميا للدور ثمن النهائي من البطولة. كمان حسم فريق برشلونة الإسباني تأهله للدور ثمن النهائي بعد ما حقق فوز كبير على مضيفه دينامو كييف بنتيجة 4-1 في المواجهة اللي جمعت بين الفرقتين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.